السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غنوريكم طريقة تحضير هذا الكيك الراقي شكلا ومذاقا. المذاق ديالو جد لذيذ والطريقة ديالو سهلة وسهلة جدا للمبتدئات، وكذلك المقادير ديالو جد بسيطة مع تفاصيل التزيين. نتمنى أنه يعجبكم. إلى عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. إذن بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات فغادي نحتاجوا 6 بيضات، ملعقتين كبيرتين من الكاكاو، كيس من خميرة حلويات البيكنج باودر من وزن 7 أو 8 غرام، 180 غرام من السكر، 180 غرام من الدقيق، ثم قبصة من الملح. بالنسبة للمكونات المكتوبة فغادي تلقاوها أسفل الفيديو في خانة الوصف، بالغرام، الكوب، وكذلك بكأس العنبة. ندوزوا الآن طريقة التحضير. إذن بسم الله على بركة الله. أولا كناخذ البيض، نضيف قبصة من الملح، ثم نضيف السكر، ونضرب السكر مع البيض حتى يضاعف الحجم ديالهم 3 مرات، ضروري حتى يضاعف 3 مرات. بسم الله على بركة الله. إذن كما كنشوفوا هنايا، من بعد ما تضاعف حجم الخليط 3 مرات كما كتشوفوا، يعني ضروري تضاعف 3 مرات باش نحصلوا على نتيجة ناجحة بإذن الله. هنايا كناخذوا الدقيق مع الكاكاو وكذلك مع خميرة الحلويات البيكنج باودر، نخلطوهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضهم بهذه الطريقة، ونبداو نضيفوا في الدقيق مع خليط ديال الكاكاو والعناصر السابقة، نضيفوا على دفعات يعني شوية بشوية، وفي كل مره نحركوا بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، نحركوا هكا من الاسفل الى الاعلى باش نحافظوا على الهواء الموجود بداخل الخليط، وباش تنجح لنا الكيكه الاسفنجيه او الجاجينواز باذن الله. اذا استمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا كل كميه الدقيق الموجوده عندنا. اذا على بركه الله. وهنايا غادي نحتاجوا قالب مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، او كما كتشوفوا هنايا قمت بتغليف القالب ورق الزبده وكذلك ورق الزبده من الجوانب. بسم الله على بركه الله. نوضعوا خليط الكيك بعد ما اضفنا كل كميه الدقيق وكذلك الخميره. اذا الان ندخلوا الكيك الى الفرن، فرن يكون ساخن من قبل، انا غندخلوا الفرن بارد. بالنسبه للمده فحسب يعني حسب الفرن ديالكم ودرجه الحراره كالكيك العادي تماما. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للكريمه فغادي نحتاجوا الكميه من الكريمه السائله، ممكن ايضا تستعملوا الكريم شانتي بودره مع الحليب او الكريم فريش يعني اللي متوفر عندكم. انا هنايا استعملت كريمه بالسكر، يعني ما غاديش نحتاج للسكر لانها بالاصل بالسكر. وهنايا عندنا بودره الشوكولاته، بودره الشوكولاته اللي اذا على بركه الله غادي نخفقوا الكريمه مع بودره الشوكولاته، بودره الشوكولاته الحلوه، حتى يضاعف الحجم ديالها وتولي متماسكه. بالنسبه للكريمه فضروري جدا تكون بارده. بسم الله. هنايا غنضيف كميه اخرى من بودره الشوكولاته باش تعطيني اللون المناسب وكذلك الذوق المناسب لكل سيده. اذا على بركه الله. كما كتشوفوا هنايا ها هو الكيك بعد ما خرجناه من الفرن. هنايا قمت بتقسيمه الى 4 اقسام. بالنسبه لحجم القالب فهو قالب بقياس 20 سنتيمتر كما كتشوفوا. اذا الان غادي نجيبوا صحن وغادي نبداو في المونتاج ديال الكيك. وهنايا ناخذوا سواء المشروب الغازي او السيرو المحضر منزليا بالماء والسكر، يعني الاختيار كيبقى لكم. نسقيو الان الكيك جيدا، كما شفنا بان الكيك لا يحتوي على زيت وكذلك لا يحتوي على حليب، يعني لا يحتوي على السوائل، يعني ضروري نسقيوه جيدا. اذا على بركه الله. هنايا غادي ناخذ كميه من الكريمه وكنوضعوها فوق سطح الكيك. اذا هنايا نوضعوا كذلك طبقه اخرى، وبنفس الطريقه غادي نسقيوها وغادي نوضعوا الكريمه حتى نكملوا كل الطبقات اللي متوفرين عندنا. اذا بسم الله على بركه الله. وكما كتشوفوا هنايا بعد ما وضعنا كل الطبقات، هنا كناخذوا كميه من الكريمه وكنوضعوها على السطح بهذا الشكل، وكذلك نوضعوها على الجوانب هكذا. اذا على بركه الله. هنا من بعد ما غطينا الكيك بالكريمه، الان كناخذوا هذه الاداه او فقط الشوكه
وكنعملو التزيين بالخطوط بهذا الشكل، يعني تزيين كيبقى اختياري كما كتشوفوا هنايا بهذا الشكل. اذا كما كتشوفوا هنايا خديت شعريه الشوكولاته وهزيت الكيك، ونقوموا بعمل الشوكولاته في هذه الجوانب بهذا الشكل. اذا كما كتشوفوا هنايا كناخذوا الاصبع ديالنا كنديروا فيه حبيبات الشوكولاته او فيغميسيل يعني شعريه الشوكولاته، وكنوضعوها في الاعلى بهذا الشكل. اذا على بركه الله، وهنا خدينا الكريمه درناها في جيب حلواني، ونبداو بالتزيين بسم الله بهذا الشكل. كما قلت لكم فالتزيين كيبقى اختياري. اذا كما كنشوفوا هنايا خدينا هاد القوالب ديال الدواء يعني ديال الدواء، وقمت بوضع الشوكولاته الدائبه فيها بحيث عطاوني هاد الاشكال. اذا وهنايا غادي نوضعوا هاد الاشكال فوق الكيك بهذا الشكل، يعني كتزيين فقط. وكما كتشوفوا هنايا خديت ناباجا وملمع الحلويات، وهو يبقى اختياري بسم الله. في الاول قمنا بتسخينه، من بعد غادي نوضعوه، من بعد ما يولي دافي نوضعوه على سطح الكيك بهذا الشكل باش يعطينا لمعه لسطح الكيك. اذا كما كتشوفوا هنايا وضعت هنا خطوط من الشوكولاته فوق الناباج، وهنايا خديت قطعه من الشوكولاته وكتبت فيها هنايا اسم القناه وسنه 2017. نوضعوها في الوسط بهذا الشكل بسم الله. اذا متابعينا ها هي نتيجه وصفه اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم. الى عجبتكم وحبيتوها ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. والى وصفه اخرى ان شاء الله، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.